à retrouver. فين شفتو قولي لي؟ اسمع انا راه ما كنجلس ندوي معاك حتى كنجمع داري ونطيب طيابي ونغسل ماعلي ونتول راسي عاد كنقول راه نشوف داك الولد اش داير. ماني مالو شتي انت يا خطيره شتي كورونا ما عندها ما يشدوش ليك داك انت نقيه. نقول لك واحد العيه دابا الا خرج هذا الحجر الصحي قولي لي اول حاجه غديريها شناهي؟ ويلي 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 وعلى شنو غادي ندير؟ شنو ما يدار؟ اول حاجه غنمشي نضربها بشي تحميمه فعلا تركه في حمام بلدي ونمشي نسدي عند حباباتي وجيراني وصحاباتي ونمشي عند مالين دارت ونشرط عليهم يعطيوها لي انا الاولى. هادشي اللي تيعجبني فيك منين عطيوها لك انت الاولى سلفي ولدك واحد 5000 درهم صرف الله ولي حسن انا مزوق فيك رد عليك في الاخر السيمانه انا مزوق فيك يا وليدي عطيني بالتسع الله يرضي عليك الله يهديك سير تخدم بحال وليدات عباد الله مالك وليتي مادي هكا بلا قياس. الا انا مادي انت ما تجيب باش انا مادي والله الا لا حشومه عليك بصدامي رديتيه ليا بحال الحجر الصحي ما كتجي داك الخمسه د العشيه حتى ما كيبقاش يدور فيه الفرنك. دابا عيد تعاوني معانا حنا هي نخدم ونرد لك كي نخدم خصوصا الاولاد ديالك صبري معانا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. وانا صابره اجي وقول لي انت شنو غادي دير ملي غيدوز هذا الحجر الصحي؟ انا راه من بغي يدوز الحجر الصحي من خرج التلفازه والستادر والكاتريات والسلم وكل شيء بغيت نبات في الزنقه سيمانه وبغيت نعاود ثاني تحلوا العذب وتصيفتي الغريبه ورجل القاضي والجنجلان وهذيك دوك الشيوات ديالك اللي مغمسين في العسل عاود ثاني وبنت انك ان شاء الله تجي من الحمام باش تسلف لنا هذيك 5000 درهم اللي قلنا لك الله يحفظك بغيت تسلفيها لنا صف الله ولي حسن مالك تغوب شي عاود ثاني صف الله ولي حسن. شتي هذاك الحمام ما بقيتش غادي نمشي ليه صافي وتهنى. وفين غادي تمشي بالسلامه؟ غنهز جلابيتي وغنغبر ما تعرفني فين مشيت. ايوا انت ما تنسيش 5000 درهم حتى فوق التلفازه فين تحطي ليا في سواره الدار حطينا هذيك 5000 درهم. اسمع الا عاود دويت معاك وجبتي ليا حس الفلوس غندير لولدي بلوك 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 ثلاثه ديال المرات. يا كامل ما انت ولدي ما انا امك. 5000 درهم والله الا لا قلتها هي هذيك و 5000 درهم